يا رضا مالك يا رضا في ايه طيب لو في حوار ما تقول يا رضا في ايه ما تقول لنا مالك يا رضا في ايه يا عم لو في حوار قول لنا نعمل حسابنا على فين يا رضا ابلع ريقك يا هنعمل نمره فوق ولا ايه شكلها كده مين فيكم اللي جاي يشبك انت يا ارجع على ظهرك يا امك تخطب لك ده انت امك ضايع عليك هو ده هو ده اللي انت متزوقه له وعامله له شعرك ده انت هيطلع عين امك ايه يالا انا مش قلت ياد اللي يجي هنا هتلفه لفه دلوقتي يلا بره يلا يا حاجه يلا يا حاجه سيب الجاتوه مفيش خطوبه هنا ما عندناش عرسان هنا يلا يا عم انت رصلت الحديد اللي انت جاي منها يلا 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 يا حاجه يلا مفيش جاتوه يلا استنى انت يا امك سيبينا لوحدنا شويه انا تحت اخويا تصدق حلوة البنطة اللي انت عاملها دي؟ هو ده تمامك؟ طب حرامي وعارفينها انما كمان بلطجي وعلى مين يا رضا؟ علي انا امي؟ لا دكر يالا دكر ايه الجديد يعني ما انت عارفة؟ على الحرام من ديني ما حد حيلمسك غيري طب ايمانات على ايماناتك لا اتجوز ولا اقولك يغر الجواز على اللي عايزه هفضل قاعدة جنب امي هنا لحد ما عني ولا انيش اتجوزك يا رضا تقعدي جنب امك ولا تقعدي جنبي يا بيت لا جنبك بس لما تبقى الراجل اللي على كيفي وناكلها بالحلال سوا بس انت بقى اللي مش عايز على انها معاوز بس انت نوي خلاص يما جاي اهو رضا نازل سلام عليكم وعليكم اسمعي يا منطقه البنت حنان بنت الحاج حسين تخصني نقول كمان حنان بنت الحاج حسين تخصني اي ذكر يشقلب يتدحرج دماغه توز ويروح لوحيها هقطع وشه امين اللهم بلغ بس المكان ده ابن اوسكار رضا ومالوش زي من فوق كباريه ومن تحت احيه صح ممكن الشيطان يا كبير ايه ده هو انتوا خدتوا الواد الاهبل ده معاكم ما انت قلت يا اهبل هات دي اهبل سيجار حاضر شفت انا ما بحبش الفلتر ده وقايل لك 100 مره خلاص هاتها هات انا عايز هاتها بس المكان ده مش اي حد يدخله لازم ان يبقى حد ثقه ربنا يخليك مكني اهو وده هنخشه ازاي بنت اللي مسيطره هناك اسمها هايدي تاخد اي زبون مريش وتنزل بيه على تحت اخوك بقى سيطر عليها وكل دماغها حبيبي كل اللي تعرفه عني ان انا اسمي سمير سمير نزلها لي على تحت ابو قلب كبير يا بنت يخرب بيت امك يا بنت كل مدى بتحلوي ابن خالي حامد ابو قلبي جامد طياره شويه اهلا بيه طب ايه هنا ولا تحت تحت طبعا ايوه بقى يلا بينا انت في العالي تحت وفوق وكل مولعاها دي واحد كل يا جدو شاذلي افتح يا شاذلي المكان ده رضا ملوش غير مدخل واحد وما فيهوش ولا حته سلاح واحد لو قدرنا ندخل حته هنسيطر على ام ايه يا شباب يا شاذلي مش هي اولى بالتفتيش اللي تحت ده عبيطه يلا بينا يا بنت اكلك يا بنت ريحتك حلوه يا بنت وهاكلك انما القنيطه حلوه مش قوي بس بترد يا عم بترد ايه تلاقيها على طول مشغوله البان الملك يا افتح يا فرعون ايه ده على فين يا بنت هغير على طول واجي لك انجوي يا بيبي ماشي
انا ابرم واجيلك. المكان ده بيشغي خميس جمعة سبت، واحنا بقى نبقى ابطال لو ضربناه يوم السبت بالليل هيبقى متروس فلوس. وانت اسمك ايه؟ شيرين. انت عارفة انا ليه يا شيرين اخترت الدونة مع كل الشقط اللي في المكان ده؟ ليه يا بيبي؟ عشان حاسس ان انت جواكي حاجة نظيفة، وانا واثق اول لما اعصر الوحش اللي جواكي ده انت هتبطلي، مش هتعملي كده غير يوم 3-4 مرات في الشهر. مش هشوفك تاني؟ ريحي انت بقى، اشربي لك ميه بسكر ولا حاجة. خرب بيتك يا دي يا عرس، انا مش سايبك في الاوضه دي قبل ما ادخل. ما انا خلصت هنا وبعدين رحت مخلص هنا، فرتكتهم هما الاثنين ما بقوش نافعين تاني. المكان ده عوق صعب قوي، هو ما فيهوش كاميرات بس هنلاقي مليون عين علينا. ما تعربهاش يا كبير، هتتحل. انت ايه اللي مستصعبه في المكان بس يا رضا؟ هندخل سلاح ازاي؟ لا دي سيبها لي انا هتصرف. طب فرضنا ان احنا عرفنا ندخل سلاح ونزلنا خدنا الفلوس وثبتنا التيران اللي تحت، هنخرج بقى بيها ازاي وسط التيران اللي فوق دي كلها؟ صح. العيال دي بعد اول طلقه في الهواء بتقلب انارب. انارب؟